السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مرة ثانية مع الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء، ولسه مكملين مع حضراتكم مع الباب الثامن اللافتات الإضافية أو العلامات الإضافية بانيلي إنتجراتيفا، العلامات أو اللافتات الإضافية بانيلي إنتجراتيفا، ده عنوان الباب الثامن. احنا كنا واقفين المرة اللي فاتت مع الإشارة اللي احنا قلنا هنبدأ عليها، ده الإشارة اللي موضوع حرصنا النهاردة، إنيسيو ده الإشارة اللي معانا النهاردة رقم 8 البداية. لما بنشوف الإشارة ديت يا جماعة أو اللافتة ديت، خد بالك ركز معايا شوية، الإشارة اللي هي سهم لفوق أو السهم ناحية اليسار، عشان ما نتلخبطش مع بعض من البداية. أنا عندي الأسهم متقسمة إلى ثلاث أشكال أو ثلاث أنواع، فيه سهم لفوق أو على الشمال. من الأول هناخد الأول الفكرة العامة عن الأسهم وبعدين ندخل في الموضوع علشان خاطر يبقى الكلام واضح يا جماعة. السهم اللي قدام حضرتك دلوقتي لفوق، اتجاهه لفوق أو على الشمال، تمام كده؟ لفوق أو على الشمال، يعني بداية اللافتة الإضافية أو بداية الخطر أو الإجبار أو الإرشاد، أيا كان نوع الإشارة اللي هي محطوطة تحت البانيل الانتجراتيف. بداية إنيسيو يعني عايز يقول لي ديت إن الإشارة ديت تشير إلى أن صلاحية الإشارة تبدأ بعد تلك النقطة مباشرة. صلاحية الإشارة بتبدأ بعد تلك النقطة فقط. إزاي؟ نشوف مع بعضنا صورة أخرى توضيحية. أدي يا جماعة هي الإشارة اللي معانا أهي، تكبرها بصورة أكبر شوية أهي، سهم الفوق وسهم على الشمال معايا، سهم الفوق وعلى الشمال اهي، اللي فوق وعلى الشمال قلنا بداية الإشارة. لو اتحطت البانيل او اللافتة بي تحت إشارة، يعني ايه معناها؟ لو اتحطت الاي تحت اي إشارة تعني بداية صلاحية الإشارة، لو اتحطت البي نفس الحكاية، بداية صلاحية الإشارة عند النقطة تبدأ صلاحية الإشارة. سهم الفين، السهم الفوق، خد بالك سهم الفوق وعلى الشمال بتعني بداية إنيسيو، فوق وشمال بداية إنيسيو، تمام كده؟ طيب يبقى الإشارة بتشير إلى أن صلاحية الإشارة، اللافتة تشير إلى أن صلاحية الإشارة تبدأ بعد تلك النقطة فقط اللي هي بداية. البانيل انتجراتيفو بوستو شوتو السينيالي، دي بيبقى تحت يا جماعة إيه؟ تحت الإشارة، بوستو شوتو اون سينيالي دي فيتو اي ديفيسيوني البونت دي انيسيو دي البريسكريسيوني، يعني بتتحط اللافتة الإضافية، بتبرز اللافتة الإضافية المتواجدة تحت إشارة منع نقطة بداية المنع، بتحدد النقطة اللي تبدأ من عندها المنع أو الإجبار أو الإرشاد أو أيا كان نوع الإشارة اللي هي فوق البانيل انتجراتيف. طيب يبقى فوق تحت بداية الإشارة. لو فرضنا مثلا جيت معانا الإشارة بالشكل ده يا جماعة، أول إشارة هيت جيت معانا الإشارة بالشكل ده، ده إشارة إيه؟
السينيال اللي معانا ده سينيال ايه يا جماعة؟ سينيال دي بريسكريسيوني، إشارة تدارك. طيب تبع ايه السينيال ده؟ سينيال دي ديفيتو، تمام كده؟ سينيال دي ديفيتو، والديفيتو اللي هو إشارة المنع، عرفنا إن هي جزء من الإشارات التداركية، سينيال دي بريسكريسيوني. طيب إلا الإشارة ديت، الإشارة الأساسية اللي معانا هي اللي هي بتقول لي إيه؟ ديفيتو ها؟ ديفيتو سوستا، ديفيتو دي سوستا، بتمنع يا جماعة إنك تعمل سوستا الإشارة ديت، بتسمح لي إنني أعمل فورماتا ولكن السوستا ممنوع، التوقف الطويل ممنوع، الوقوف المؤقت قلنا بتسمح به الإشارة. لو جت الإشارة ديت اللي هي ديفيتو دي سوستا وتحت منها البانيلي البانيل اللي هو سهم الفوق او السهم ناحيه اليسار، ايا كان السهم اللي هيجي، لو جه الأ اللي هو وشه الفوق او البي اللي هو ناحيه الشمال، بتعني ايه يا جماعه الاشاره ديت؟ يبقى في الحاله ديت تعلم اللافته الممثله عن ايه؟ عن بدايه منع التوقف عند تلك النقطه. من الاول النقطة دهيت اللي فيها الاشارة دهيت ممنوع انني اعمل ايه؟ سوستة، ممنوع انني اعمل سوستة او فورماتة عند تلك ايه؟ النقطة. يبقى ممنوع التوقف انني اعمل ايه يا جماعة؟ السوستة عند تلك النقطة ديت، الاشارة بتبدأ من هذه النقطة. قبل الاشارة ديت، قبل العلامة ديت ممكن يبقى فيه توقف اعمل سوستة، لكن لما اوصل لغاية الاشارة ديت النقطة البداية اللي الاشارة هتبدأ فيها تمنع ايه؟ توقف اللي هو فورما السوستة. يبقى السينيال رفوجراتو انديكا كي دي فيتو دي سوستة انيسيو دي كويلي بونتو، دي كل بونتو يعني الإشارة أو اللافتة بتقول أو بتعلم عن بداية نقطة، البداية إيه؟ بداية منع التوقف عند تلك النقطة. ده بالنسبة للإشارة الأولى، لو جه السهم ده هوت تحت الإشارة معناتها بداية منع التوقف عند تلك النقطة، سواء كان السهم ناحية اليسار أو السهم وشه الى الاعلى، يبقى دي بدايه. طيب لو جيت الاشاره بالمنظر ده، الاشاره هيت السينيال ده يا جماعه رقم 2 اهوت، وبرده تحت منه البانيلي الانتجراتيفو اللي هي انيسيو بدايه، السهم اللي هو وشه لفوق او على الشمال، الاشاره ديت تبع ايه هي اخرى الاشاره ديت؟ الاشاره ديت سينيال ديفيتو، ديفيتو دي فورماتا، تبع ايه؟ سينيال دي بريسكريسيوني. لما بتيجي تحته البانيل الانتجراتيف اللي هي السهم اللي وشه لفوق او وشه ناحيه اليسار الشمال، بتعني ايه الاشاره؟ تعني النقطه، نقطه بدايه منع التوقف، منع التوقف اللي هو ايه؟ فيتاتو فورماتا، ممنوع انك تعمل سوستا او فورماتا. يبقى السينيال رفوجراتو إيفنتينسي البونت دي إنيسيو دي ديفيتو دي فورماتا، النقطة اللي هتبدأ عندها منع التوقف، ممنوع إنك تتوقف تعمل فورماتا عند هذه النقطة، تمام كده؟ دي بالنسبة للسينيال الثاني لو جت تحته منه البانيل الانتجراتيف ده. طيب لو جت الإشارة البانيل الانتجراتيف تحت الإشارة ديت يا جماعة، تحت علامة البي ديت، تعني ايه؟ الاول نعرف البي ديت تبع اي اشارة، تبع اي سينيالي، واحنا قلنا الباب الثامن ما هو الا تذكير ومراجعة للدروس السابقة، بس هيزود عليها البانيل الانتجراتيف العلامات اللي بتوضح او تبين جزء من الاشارة او من مهمة الاشارة. البي دي طبعا سينيال ايه؟ المربع، لو تفتكر معايا المربع اللي هو خلفيته زرقاء، الخلفيه بتاعته الفندق بتاعها يا جماعه بلو وفيها علامه البي بالابيض، دي سينيال ايه؟ سينيال انديكاسيوني، سينيال انديكاسيوني
إشارات تداركية، إشارات إرشادية. اللافتة ديت لو جت تحت منها الإشارة بي، لو جت تحت منها ديت اللافتة الإضافية اللي هي بداية السهم اللي فوق أو السهم من ناحية اليسار، أيا كان السهم الاتنين زي بعضهم، الاتنين بيعبرهم عن بداية، يبقى تبرز اللافتة ديت يا جماعة بداية منطقة يسمح فيها بالتوقف، انك تعمل ايه؟ باركيد جو. تبرز اللافتة الممثلة بداية منطقة يسمح بالتوقف فيها، يعني اعمل فيها باركيد جو. السينيالي ريفوجوراتو ايفيندينسا البونت دي انيسيو دي اريا دوفي بوس دوفو بوسيامو فار ايه؟ باركيد جو، اللي انا ممكن اعمل فيها باركيجو، اتوقف فيها لفترات طويلة، اعمل فيها باركيجو. يبقى دي النقطة، من اول النقطة ديت تقدر تعمل باركيجو، قبل النقطة ديت غير مسموح لك، ديت البداية اللي هي اقدر اعمل فيها الباركيجو، بداية الاشارة تبدأ من النقطة دي يا جماعة. طيب نشوف صورة اخرى، لو جيت تحت منها مثلا الاشارة ديت، لو فرضا جيت تحت منها الإشارة ديت، إيه هي الإشارة ديت؟ ماذا تعني هذه الإشارة؟ الدوائر اللي خلفيتها إيه يا جماعة؟ خلفيتها زرقاء، دايرة خلفيتها زرقاء، ده سينيالي إيه؟ سينيالي دي أوبليجو، إشارات إجبار، إشارات إجبار. تبع إيه إشارات الإجبار؟ الإشارات الإجبارية سينيالي دي أوبليجو اون بارتي دي السينيالي دي بريسكريسيوني، عشان خاطر قلنا النقطه ديت بيجي فيها سؤال، السينيال ريفوجراتو اون سينيالي دي بريسكريسيوني، هتقول لي دي سينيالي اوبليجو ماهوش سينيالي بريسكريسيون، اقول لك لا، ده سينيالي دي اوبليجو ولكنه بيقع تحت السينيالي دي بريسكريسيوني، خد بالك. طيب لو جت تحت منه العلامه الاضافيه اللي هي بي، العلامة الإضافية اللوحة الإضافية، السهم المستطيل اللي فيه سهم، أو سواء كان من غير مستطيل يا جماعة، السهم لوحده أو داخل المستطيل مفيش مشكلة، هي مهم اتجاه السهم لفين هو اللي بيحدد الإشارة، اتجاه السهم إلى الأعلى نعرف إن ده بداية الإشارة، وجاية تحت إشارة إيه؟ إشارة إجبار. يبقى هنا بتبرز اللافتة الإضافية بداية طريق مخصص فقط لإيه؟ للراجلين، طريق مخصص، دي بداية زونة ونا أريا ريسيرفاتا بير البدوني، طريق مخصص للراجلين فقط يا جماعة. يبقى السينيالي ريفوجوراتو ايفيندينسا البونت دي انيسيو دي فيلا بدونالي، فيلا بدونالي اللي هي الطريق المخصص للراجلين، دي بداية طريق مكان منطقة مخصصة للراجلين اللي هم المشاة، تمام كده؟ ده العلامة اللي هي وشها لفوق، السهم اللي وشه لفوق هي أو ناحية اليسار مفيش مشكلة، الاتنين نفس البداية، فوق وشمال تحفظها كده، السهم وشه لفوق أو وشه ناحية اليسار تبقى بداية أو نقطة بداية الإشارة، تمام كده؟ طيب نشوف مع بعض الإشارة التانية، أهي يا جماعة أهي الإشارة الأولانية اللي إحنا خدناها، هي اللي هي سينيالي ديفيتو دي فورماتا، ديفيتو دي سوستا، ده ديفيتو دي سوستا، ده سينيالي ديفيتو دي فورماتا، ده السينيالي دي بإنديكاسيون اللي هو باركيجو، ودي السينيالي اهو. لو جت برضو البي هي يا جماعه نفس الحكايه، سواء كان السهم ناحيه اليسار او السهم الى الاعلى، الاثنين بالظبط هما مفيش ادنى مشكله، نفس الحكايه، اللي يهمني اتجاه السهم، الاشاره ثابته، السهم متغير مفيش مشكله، السهم متغير وشه لفوق يبقى بدايه، وشه ناحيه اليسار برضو بدايه، مفيش اي مشكله، في الاثنين واحد، الاثنين السهمين الاثنين بيعبروا عن نفس البدايه او نفس الفكره اللي هي بدايه انيسيو دي الاشاره، انيسيو دي السينيالي.
طيب ندخل على الجزئية التانية اللي معانا اهيت سينيالي رقم 2 رقم 9 عفوا رقم 9 اللي هي كونتينواسيوني استمرارية الإشارة. الإشارة كونتينواتا مستمرة، كونتينواسيوني استمرارية الإشارة يعني فاعلية أو صلاحية الإشارة سارية قبل وبعد قبل وبعد تلك النقطة. يعني إيه الكلام ده؟ الأول خد بالك معايا، شفت الصورة شكلها إزاي؟ السهمين الاتنين من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى الشمال، الاتنين بيجوا مع بعضهم، سهم اتجاهه إلى فوق ومعاه سهم اتجاهه إلى الأسفل، فوق وتحت أو يمين ويسار، الاتنين قلنا بيجوا مع بعض في المستطيل. إن جالك اللي هو فوق وتحت استمرارية الإشارة، جالك ب يمين وشمال استمرارية الإشارة كونتينواسيون استمرارية الإشارة، الإشارة ما زالت مستمرة قبل وبعد تلك النقطة، قبل كده كانت شغالة وبعد النقطة ديت أيضا شغالة، تمام كده؟ فوق وتحت ويمين وشمال مع بعضهم الاتنين، اللي فوق بيجي مع السهم الفوقاني بيجي بعده منه تحت منه السهم اللي تحت، وسهم على اليمين بيجي معاه السهم اللي على الشمال، الاتنين مع بعضهم بتعني استمرارية الإشارة كونتينواسيوني، تمام كده؟ يبقى تشير إلى أن صلاحية الإشارة سارية قبل وبعد تلك النقطة. قبل كده كانت الإشارة شغالة مستمرة فعاليتها، بعد تلك النقطة أيضا الإشارة مستمرة فعاليتها إلى أن تأتي إشارة أخرى تلغيها. يبقى هنا اللافتة المتواجدة تحت علامة خطر بتعبر عن استمرارية الخطر، يعني لو جت الإشارة دي تحت علامة خطر أو سينيال ديبريكولو بتعني استمرارية هذا الخطر. البونت البانيل دي انتجراتيف البانيل انتجراتيف ريفوجوراتو سيلبوس شوتو اون سينيال دي بريكولو، لو جه تحت سينيال من سينيال دي بريكولو اشاره من اشارات الخطر، يعني ايه يا جماعه؟ انديكا لا كونتينواسيوني يعني يعني استمراريه الخطر، استمراريه الخطر. هنشوفها مع بعض اهيت لو جت تحت الاشاره ده من نهايه اللافته الاضافيه الا او البي، احفظ شكلها، سهم الفوق سهم التحت، سهم اليمين سهم الشمال، ومع بعضهم الاثنين مع بعضهم مقفولين مع بعضهم، تمام؟ كونتينواسيوني. لو جم مع السينيال دي بريكولو مثلثات حوفاها حمراء خلفيتها بيضاء في قلبها الخطر، جت معاه الاشاره او البانيل الانتجراتيف، جت العلامه الاضافيه تحت منها، او جه تحت اشاره من اشارات المنع سينيال ديفيتو اشارات المنع، ممنوع الدوائر الحمراء اللي حوفاها حمراء، او جت برضو تحت اشارات منع اهيت، او جت تحت اشاره من السينيال دي انديكاسيوني، ماذا تعني في تلك هذه الحالات؟ هنشوفها منفصله مع بعضها. ان جت الاشاره يا جماعه قدام مني اهيت سهمين اتنين، واحد على اليمين والاخر على واحد من على اليمين والاخر من على الشمال، واحد ديسترا والاخر سينيسترا، جم الاتنين مع بعضهم في نفس البرواز تحت اشارة، ماذا تعني هذه الاشارة؟ قلنا السينيال اللي قدام حضرتك ده سينيالي دي بريكولو، قلنا سينيالي دي بريكولو بتعلم عن استمرار دي معناتها الاول يا جماعة الاشارة ديت سينيال ريفوجراتو انديكا كونتينواسيوني للتردد استرادا استروتشر شوفلي استروتشر شوفلي اللي هي الطريق الزلق، طريق زلق ممكن تتعرض فيه السياره للانزلاق بسبب الامطار، خد بالك طريق زلق
استرادا استروتس شوفلا طريق زالك. يبقى تعلم الإشارة عن استمرارية جزء الطريق الزلق. سينيال رفوجراتو إنديكا كونتينوسيون دي تراتو دي استرادا استروتشا شوفلي استروتشا شوفلي اللي هي الطريق زلق. طريق زلق يا جماعة. يبقى هنا الإشارة ديت مستمرة قبل وبعد تلك النقطة. قبل منها كانت الإشارة مستمرة وبعد ديت برضو أيضا مستمرة. يبقى هي اليمين النقطة اللي قبلها كانت مستمرة الإشارة، وبعد الإشارة أيضا فعاليتها مستمرة، صلاحية الإشارة مستمرة قبل ناحية اليمين هيت أو بعد ناحية اليسار. طيب لو جه السينيال ده تحت علامة أو إشارة من إشارات المنع، سينيال ديفيتو ديفيتو دي سورباسو ممنوع التجاوز، ديفيتو دي سورباسو ممنوع التجاوز. جيت بقى تحت منها البانيل اهو يا جماعه، اتجاهه لفوق او اتجاهه لتحت في نفس البرواز المستطيل اهوت، يعني ايضا النقطه ديت مستمره الاشاره، صلاحيتها مستمره قبل الاشاره دي، قبل النقطه ديت وبعد تلك ايضا النقطه مستمره. مستمره ايه؟ ممنوع التجاوز. السينيال رفوجراتو كونفيرما لا كونتينواسيون دي فيتو دي سور باسو، تعلم عن نقطة أو عن النقطة استمرارية منع التجاوز قبل وبعد تلك النقطة. يبقى صلاحية سارية مستمرة قبل وبعد تلك النقطة ممنوع التجاوز. دي فيتو دي سور باسو مستمرة كونتينواسيوني. طيب لو جيت تحت إشارة أخرى من إشارات سينيال دي فيتو إشارات المنع اللي هي ممنوع، اللي هو الليميتو ماسيمو دي فوليشيتا اللي هي الطنطة كيلو متر في الساعة، ممنوع انني ازيد عن 80 كيلو متر في الساعة. وجيت تحتها برضو اللافتة الاضافية فوق وتحت هي يا جماعة الطنطة كيلو متر، يعني تعلم ايضا عن استمرارية الحد الاقصى للسرعة، الحد الاقصى للسرعة مستمر قبل تلك النقطة وبعد تلك النقطة. السينيال رفوجراتو انديكا لا كونتينواسيون دي ليميتو ماسيمو دي فوليشيتا، الحد الاقصى للسرعة ما زالت مستمرة قبل وبعد تلك النقطة. تمام كده. لو جيت الاشارة ايضا البانيل الانتجراتيف جه برضو تحت سينيال دي فيتو، دي فيتو دي ايه؟ دي فيتو دي سوستة، ممنوع انك تعمل سوستة. طبعا احنا عارفين ان الاشارة ديت اللي مقسومة جزئين دي يا جماعة، دايرة اللي مقسومة جزئين بتسمح انك تعمل فورماطة ولكن بتمنع انك تعمل سوستة، وعرفنا الفرق بين الفورماطة وبين السوستة في الدروس السابقة. لو جت تحت منها البانيل الانتجراتيف المستطيل اللي سهمه لفوق وسهمه لتحت، بتعني استمرارية منع التوقف، استمرارية منع التوقف. يعني ايه؟ السينيال رفوجراتو انديكا كي ديفيتو دي سوستا كونتينوا، ديفيتو دي سوستا كونتينوا مستمرة الإشارة، صلاحية الإشارة ما زالت مستمرة. الموضوع سهل، مفيش فيه أي مشاكل يا جماعة، كله بس تاخد بالك من العلامة الإضافية اللي موجودة تحت الإشارة الأساسية، ده كل في الأمر، والإشارات كلها أنت خدتها قبل كده. لو جت الإشارة تحت سينيال أيضا ديفيتو إشارة منع، وجيت تحت منها تحت الإشارة اللي هي ديفيتو دي فورماتا، الإشارة بتمنع إنك تعمل فورماطة وبتمنع أيضا إنك تعمل سوستة. جيت تحتها بانيل انتجراتيف السهم الفوق وسهم التحت، يعني استمرارية الإشارة، يبقى بتعلم عن منع التوقف قبل وبعد تلك الإشارة. السينيال رفوجراتو إنديكا، السينيال رفوجراتو إنديكا كي لا فورماطة إيفيتاتا سبريما يدبو السينيالي، سبريما يدبو السينيالي، قبل وبعد الإشارة ممنوع إنك تعمل فورماتا، توقف ممنوع يا جماعة. ندخل على الإشارة الأخرانية اللي جاية معاها، هي لو جيت علامة الاستمرارية كونتينواسيوني تحت من علامة
المربع البي اللي خلفيته زرقاء وفيه علامة البي سينيال انديكاسيوني، بيعني أيضا استمرارية أو منطقة بتسمح فيها التوقف، يبقى استمرارية التوقف المنطقة المسموح لك فيها بالتوقف ما زالت مستمرة قبل وبعد تلك النقطة. السينيال ريفوجراتو ايفيتاسيوني البونت دي كونتينوا دي اريا دوفي بوسيامو باركيجاري، يبقى بتعمل او بتعلم عن استمرارية منطقة بيسمح فيها بالتوقف، وقلنا كونتينواسيوني النقطة صالحة الإشارة قبل النقطة ديت وبعد النقطة ديت إلى أن تأتي علامة أخرى تلغي هذه العلامة. تمام كده؟ يبقى كده احنا خدنا الكونتينواسيوني الاستمرارية وخدنا إنيسيو البداية. ندخل على الإشارة اللي بعد كده رقم 10 اللي معانا اللي هي فينا. خلاص خلصنا فينا النهاية. خد بالك اهيت سهم العلامة الآ بانيلا آ لافتة آ واللافتة بي. شفت الفرق بقى؟ الآ السهم لتحت والبي سهم ناحية اليمين. يبقى تحت ويمين، احفظها كده معايا، تحت يمين نهاية، فوق شمال بداية، من اليمين ومن اليسار ومن فوق وتحت استمرارية. تمام كده؟ تمام. طيب نشوف لو جت الإشارة دي تحت أي، لو جت اللافتة دي تحت أي إشارة من الإشارات الأساسية ماذا تعني؟ أهيت معانا الإشارة اهيت يا جماعة الأساسية، لو جيت تحت سينيالي دي بريكولو، سينيالي دي فيتو، سينيالي دي كومبلمنتاري، سينيالي دي كانتيرا، إيه سينيالي دي إنديكاسيوني؟ لو جيت تحت منها ماذا تعني الإشارة؟ هنشوف واحدة واحدة مع بعض. لو وقعت الإشارة، لو جيت الإشارة اللي هي السهم بتاعها يا جماعة هوت البرواز والسهم بتاعها لتحت المثلث سينيال دي بريكولو، جيت تحت منها سهم لتحت وشه لتحت، وشه لتحت قلنا يعني نهاية الإشارة، تحت يمين نهاية. أي إشارة تيجي تحتها سهم يمين، سهم ناحية اليمين أو سهم ناحية أسفل الأسفل ناحية الأسفل أو ناحية اليمين، يعني خلاص الإشارة فعاليتها انتهت، خلصت خلاص. لافينا تشير إلى أن صلاحية الإشارة تنتهي قبل تلك النقطة. صلاحية الإشارة تنتهي قبل تلك النقطة، يعني الإشارة اللي معايا سينيال دي فيتو اون تراتو دي لاسترادا، استرادا دي فورماتا، استرادا دي فورماتا، السينيال ريفوجراتو انديكا لافينا دي استرادا دي فورماتا، استرادا دي فورماتا، طريق غير مستوي او طريق غير ممهد، نهايه طريق غير مستوي او غير ممهد. يبقى الاشاره بتعني عن نهايه هذا الجزء من الطريق الغير مستوش، النهايه سهمها لتحت أو سهمها لليمين. لو جت الإشارة تحت سينيال آخر دي فيتو دي سوستا، لو جت تحت منها أيضا الإشارة اللافتة اللي وشها تحت يا جماعة اهيت سهم ناحية الأسفل لأسفل اهوت، بيعني هذا السهم نهاية نقطة نهاية منع التوقف، نقطة نهاية منع التوقف. السينيال ريفوجراتو انديكا البونت نيل كويل تيرمينا دي فيتو دي سوستا، النقطة اللي بتبان عندها نهاية منع التوقف، نقطة نهاية منع التوقف. لغاية هنا خلاص، قبل كده كانت الإشارة منتهية خلاص يا جماعة، قبل النقطة ديت الإشارة منتهية، وجت هي إشارة عشان تقول لك إن نهاية منع التوقف اللي هي الفورماطة خلصت، تقدر تعرف تعمل فورماطة بعد كده. تمام كده؟
ندخل على إشارة أخرى. لو جيت تحت الإشارة ديت سينيالي دي كانتيرا، سينيالي دي كومبلمنتاري، سينيالي دي كانتيرا اللي هي خلفيتها صفراء، إشارة أشغال طريق خلفيتها صفراء، إشارة أشغال طريق، وتحت منها السهم ناحية إيه الأسفل. تحت السهم اهوت يا جماعة، السهم اهوت إلى الأسفل، يعني إيه؟ يعني نهاية منطقة أشغال طرقية، منطقة أشغال طرقية كانتيرا استرادالي، خلاص كان فيها شغل قبل كده وانتهت لغاية هذه النقطة، أو قبل تلك النقطة كانت الأعمال منتهية بتاعة أشغال الطريق. يبقى سينيال الفجراتو انديكا لافينا دي كانتيرا، كانتيرا استرادالي. السهم تحت اهوت، قلنا ناخد بالنا من السهم مش اكتر من كده. لو جت الاشاره تحت سينيال دي فيتو دي فورماتا، بتمنع الفورماتا الثانيه اللي كانت مقسومه نصين دي فيتو دي سوستا، انما دي دي فيتو دي فورماتا، ممنوع انك تعمل سوستا وتعمل ايضا فورماتا، الاثنين مع بعضهم ممنوعين. السهم ناحية ايه؟ ناحية اليمين. طالما السهم ناحية اليمين معناتها ايه؟ معناتها نهاية المانع، خلاص نهاية المانع، نهاية المانع. يبقى تشير الى نقطة نهاية، تشير الى نقطة نهاية منع الوقوف، تشير الى نقطة نهاية منع الوقوف. يعني ممكن اعمل بعد كده فورماطة، اعمل سوستة بعد تلك المنطقة، مفيش اي مشكلة. السينيال رفجراتو انديكا البونت دو في تيرمينا دي فيتو دي فورماطة، دي فيتو دي ايه؟ دي فورماطة، ممنوع انك تعمل فورماطة، خلاص انتهى. دلوقتي اقدر اعمل ايه؟ فورماطة او اعمل سوستة، مفيش مشكلة لان الاشارة صلاحيتها انتهت وخلصت. لو جات الاشارة تحت سينيال انديكاسيوني بي باركيجو، بيعني يا جماعة المنطقة المخصصة لموقف العربات، المنطقة المخصصة لموقف العربات اللي هي الباركيجو. سهم ناحية اليمين ايضا، السينيال رفجراتو انديكا لافينا لافينا عفوا، السينيال رفجراتو انديكا لافينا دي اريا ديزنينتا دي باركيجو، اريا منطقة مخصصة لموقف العربات، توقف فيها عربيتك خلاص ديت نهاية المكان اللي ممكن تقدر توقف فيها عربيتك، الإشارة خلصت خلاص، إشارة ديت خلصت خلاص، اللي هي مكان تقدر توقف فيه عربيتك. لو جت الإشارة تحت منها كمان، لو جت البانيلي تحت إشارة اهيت ايضا سينيال دي بريكولو طريق زلك استرادا ستروتشا جوفل طريق زلك، بيعني نهاية هذا الطريق، خلاص الإشارة خلصت نهاية هذه النقطة، الطريق سليم تمام. السهم ناحية ايه يا جماعة؟ ناحية اليمين، يعني نهاية الخطر، خطر التزحلق او خطر طريق غير ممهد، لان في خطر التزحلق، التزحلق بسبب الامطار. السينيال لوفوجراتو انديكا لافينا دي استرادا ستروتشا، ايه ستروتشا جوفلي اللي هي طريق زلك، ده بالنسبة لاخر اشارة اللي هي فينا، نهاية الاشارة، نهاية صلاحية الاشارة. هناخد ملخص سريع مع بعض اهوت للاشارات كلها مع بعض، ملخص سريع لمجمل الاشارات كلها مع بعض اهي يا جماعه، ده ملخص اللي احنا قلناه وتحفظهم كده مع بعضهم. احنا اتكلمنا اول نقطه وقلنا ايه؟ قلنا بدايه انيسيو اهيت، تحفظ كده بداية بانيلي انتجراتيفو دي انيسيو، سهم فوق وعلى الشمال بداية، طيب سهم فوق وتحت يمين وشمال، كونتينوا مستمرة، كونتينواتا كونتينواسيون مستمرة استمرارية، السهم لتحت وعلى اليمين معناتها نهاية لافينا. كده احنا قلنا كل حاجة بخصوص الجزئية ديت، البداية
والاستمرارية والنهاية. عايز حضرتك تحفظ الصورة ديت وتسجلها في دماغك وتحفظها زي ما احنا حفظناها، السهم الفوق وعلى الشمال يعني بداية، السهم من فوق ومن تحت ومن على اليمين ومن على الشمال تبقى استمرارية، ومن تحت وعلى اليمين تبقى فينا نهاية. كده احنا خلصنا درس النهاردة، شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ولنا لقاء اخر مستمر مع السينيالي او البانيل انتجراتيفو الباب الثامن، نكمل مع بعض ان شاء الله في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.